بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب تخفيف القيام والقراءة. وحباب هي استاقي قرآن أخرس كبا إن لفوضيه. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا العطاف بن خالد المخزومي، نك عطاف وأنا قصوم الرأي حافظك صدوق يهم بويري، ذهبنا وحروا أحد المشايخ الثقات له نحو 100 حديث. فليح بن أبي حاتم بن أبي حازم ولمذي حق قوة ابن معين وحروا ليس به بأس من مدينة صدوة كلا وثقة بولي بزارنا صالح الحديث بولي أحاديثه نافع وكور شان لقول راعين. ذهب نكلا دار قد نحروا مدني ضعيف، يعني صدح لا توثيق أي مدى ووينية تضعيف دار قد محافظك تهذيب الكمال تهذيب كموسكينين نكا مكن ثقين الصومري. عن زيد بن أسلم العدوي قال: دخلنا على أنس بن مالك بن أوغلي رضي الله تعالى عنه، فقال وحو أنس كيجي قريد دائق قالين الرواية كلا عدي سووحا نسنا سحابي ومركاسي بوقدين بوقش أغوتقين أرددوا إياه تابعينتو. فقال وحو رسليتم متكتين، قلنا نعم هوا نتكنيب على الليلين مركا وحمدنا أمير كأها عمر بن العزيز ومركا مدنا أمير كأها. فقال وحوري يا جارية قبردي أذبيسي، هلمي لي وضوءا ويسئيكين بيانك ويسقاتيكين، ما صليت متك نبو كدمنا يري أنس وراء إمام إمام قذاشيك متك أن أشبه وعكا شبضا صلاة حق صلاة بالرسول النبي الله صلاة كاذو من إمامكم إمامك إن هذا كان إمامك أو تلمامنا وعمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية الأموي كاسوي. قال زيد وحوري من أسلم العدو، وكان عمر وحوها بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود سجودي الركوع لما يستيري جري ويخفف وحفوذين جري القيام والقعود استاق إيا فرق أتحياتك ووافوذين جري انت انتموه محل شاهدك ويخفف القيام والقعود إنو إمام كاسي تخفيفك الله إمان جري أنا سنأو يريدتك أنك أقول صلاة أكاشبضان ويصوبانها يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم انت أصم محل شاهدك وهي. أخبرنا هارون عبد الله الحمال قال: حدثنا ابن أبي فديك واسمه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان الأسد عن بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان بن يسار الهلال عطاء بن يسار والألكي ومن فقهاء التابعين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما صليت متك نبوري أبو هريرة وراء أحد قداشي أشبه وأكاشبضا صلاة حق صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان هبل كأسقأه مرك إنه يهي عمر بن عبد العزيز بادعي كرت حفظ بنا تلمام هيا رواية حديث أولى يهي أي من فلان أي إنسان قد سماه رواية كان لأمير كان بالمدينة مرك إنه عمر يهي بعد مدة. قال سليمان وحوري وكان أمير وحوها مدينة جوجة يطير ركعتين كدرين جل الأوليين أهر يلا ظهر ومن الظهر ويخفف الأخرين لوضع ضمبي من الظهر نواف ذنجر ويخفف حف ذنجر سدوك العصر عصرك ويقرأ حف أخرجر في المغرب صلاة مغربنا بقصار المفصل مفصل ككيسة جابا مفصل وحلو يدي بالله شجاع باسم بضمبا لوكلا فصلي أما آيات فر بضمبا لوكلا فصليين أما أحكام التوحيد جاء يا الله وشهر حيث كسب النقطة قصار المفصل وحمورا ما لها إني كل ما سورة الناس القرآن قبدي سأيه لكن بداية سألت كهية وذا داو حلين الوصافات لقصوا بالله إلى برب الناس بقى مفصل لوي قال نمان جاثية نمان أحقاف نمان دخان حجرات إيقاف نمان بقى يقول مرك الرأي قاف بكبل الوضاء أما حجرات بكبل الوضاء يا اللوب بدن يحي ويقرأ حكو أخر يجري في العشاء صلاة عشانة بوسط المفصل القرآن كمفصل كسبع خميسات سوري سرع ده ينقى قابلنا حقنا أنا ديريك ويقرأ في الصبح صلاة الصبح وحكو أخرية جري بطوال المفصل جزء سبع خميسات كويسة دير بكو أخرية جري واسيدة أبضنا إذا غالب كيد لكن من ربنا بفوذين جري حتى إلا وكتو كذا معودتين كواني قصوان مري محلو شايدكو انت ورو ويخففو مركاسي تخفيف كاسو أجيزة. باب القراءة في المغرب بقصار المفصل صلاة المغرب وكتو كذا قرآنك سبع خميسة سورة قابا. أخبرنا عبيد الله بن سعيد الصرخسي قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي عن الضحاك بن عثمان الأسدي
عن بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما صليت متكن وراء أحد روح قداش أشبه صلاة صلاة أغيك شبضا برسول الله رسول الله من فلان هبل هبل كاسنا مبهم لكن عمر يهيب اللوب بدن يهيب فصلينا وحن تكن وراء ذلك الإنسان روح أسقى صلاة يسول أماني بان كدب تكن فكان وحوها أمير كاسي أما إنسان كي يطول كدري الأولين لبدا الرقع دوده هوري ومن الظهر صلاة دور كميدة ويخفف الأخريين لبدا الدنبرة وفوذين جري استاقي قيام كدد دو فوضان بمركة قراض يركعون فوضان ويخفف في العصر صلاة عصرنا وفوذين جري ويقرأ في المغرب بقصار المفصل سبع خميس سوريسة قابن بوكو أخري جري ويقرأ في العشاء صلاة عشان وحكوت كان جري إمام كاس بالشمس وضحاها وبأشباهها سورة والشمس سورة الله متك كودة والليل إيه والضحى أيه سورتها والفجر إلى سورة البلد سورة ذكو أخره الجري ويقرأ في الصبح صلاة الزعوكو تكن جري بصورتين طويلتين لبصورة دارديرو تيبا يرقع ديبا قلين جري باب القراءة في المغرب إذا المغرب هو كجابين شهي صلاة هكالي باب القراءة في المغرب مغرب كإن لغو أخريو بصبح اسم ربك الأعلى مركة أمثلة ذي بمركة أقود بيضاء الهران مركة عموم بأها وسجود بقصار المفصل هذا إن سورة جون أنا بكتب كذا وحكت الإمام إمام كربا تفصيل كعقب بعد الإجمال النسائي كتاب كيسة يجمل أولا ثم يفصل أخبرنا محمد بن بشار بن دار شيخ الجماعة قال حدثنا عبد الرحمن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن محارب المدثار السدوسي عن جابر عبد الله الأنصاري قال وحور جابر مر الرجل من الأنصار إن أنصاريت بوحوصهم مري بناضحين لبره التأصوة ناضح وارتقى لقداميه أما ضدك اللغو دانشا أما الدنيا اللغو دامية أما بيرها اللغو ورابشو نواضحنا واللغو جمعية على معاد معاد بوصوم مري وهو يصلي المغرب أصوى المغرب كالتكني فابتتح سورة البقرة يرويات كحيوب بدن يعيشوا التكني حافظ نحاجر أصوى حكو حنباري تعد الواقعة حكو حنباري وصوى قوري استبعاد بونا كسن يحول وافقتها هول لقعنا أنت معاد أنه لبقر وضم كن نغض وهول أذك أد بعض ولا قط قال لما نوي جماعة حتى شارح تعد كاس ومرها يا لكن إن باب الترجيح لمرة كون أكسن ما دام مخرج تحديد واحد يا هي حق السنة لا قد يقول عشها أها نبى نبى بحكم جمعيين هوش إن لو قدر دعوة مغرب من دعوة عشان دعوة لا جيبة لكن اشتكى الدعوة ده هم الرمي اللي قط بيه وحل الدعوة معدوة هالمر لكن دعوة لو قدر بأسبوع سمين مركر والله سكذب القاتو ونسحاب القرآن كم مرقامي والله أركي مركر لواد وكل عليه بأنك سهين وياه مركر ولا قد دعوة مركر دعوة مرة واحدة يهيد لكن فلك السمين تيس ولا بقر أيوها جمع عاسي وذا داء ذو أمانة يا ها وتجي لك هل مكان مرهم بيهد بلا وحنا صقنا دعوة المركب ولا مو هذا المركب دمهم بيد حبضوا دعوة شاد عشاء وحنا بنا بوركو قاري وهالمر دعوة صلاة ديرينا ولا بقر إيه لا دب صدي معناها سوالي وتجي وأنا جمع قروح صنوي فابتتح سورة البقرة سورة البقرة باللابي معاد فصلى الرجل نكباته كذي كلجي صلاة وكبر منك صمر القصة ويضو شدنا خير ففاسد ثم ذهب مركز وتجي فبلغ ذلك النبي أرن كاس النبي قاري صلى الله عليه وسلم فقال وحيلي أفتان يا معاذ معاذ ما ضفدنا يا طيب ما ضفدنا هي الدين تقدر هي إيه صلاة هي يا جماعاتك أفتان يا معاذ نبي رقم كيس بضناء هاين وصحبة تعين نبي وكل لحد واللي مصلحة مركزي يوغل لحد ألا قرأت ما الأخير بسبح اسم ربك الأعلى وتحديد وحديث جرتين وي ما الأخير ويوم حاسب اسم كودي ذي والشمس وضحاها ونحوهما سورتها قابا حقا نقيمها بضان ما ذاتك كنت جيسد محاضرتك وكلا في جن إمام جماعة هاي إمام جماعة واسد وي باب القراءة مر لبات بسوع لندونا نين كاسم وأهانين أنساري أوليبا إمعاد في قويس ريباني سليم أهو إمان دونا باب القراءة في المغرب بالمرسلات صلاة المغرب إن لغو آخرية كان مرسلات وأوسط المفصل كاه وانقصار أهين أخبرنا عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا موسى بن داود الضبي موسى بن داود الضبي حافظك حكير صدوق زاهد فقه له أوهام وأن فقيه الزاهد فقيه فقيها لكن أوهام بولي قاضبنا كأها فريمه مسلمين تطرسوس وهذا تطرسوس لو يقال أنه حيبت بحر متوسط طارين سوري وطال قيمها بلان
magaalada soo xuka aha ee qaadi xilliga asagu u noolana furan bay dagaal ba ka socday xeebtaasi ذهب وحول أسقوا ثقة زاهد مصنف قاضي طرسوس احتج به مسلم وغيره أبو يعلى الخليلي أسقوا كتاب إرشاد كحول شيخ صدوق سمع مالكا والثورية وله غرائب رضيه الحفاظ حفاظ رال لبي كان نقضين المهم توثيق أدن بحافظك وتهذيبك يكتب تسكو مكيني شكس دوان نقطوان صدوق أما على أقل تقدير لم يكن ثقة مطلقا طبعا معناه ما هو معصوب نقوى ثقة إمامي حجة متقدة الولادة خطأ وروح ابن آدم ويوالينا حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون أنا قصوا مري عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك عن أم الفضل لبابة بنت الحارث قال ضحيتي قواد لباد إسلام تبع عيد بالله شجع كحكت خديجة قدر شيء ضمرك مسلمات كأها أهر لباد بعيد بالله شجع كما بدنا عباس حاز كذي من عباس ويدي وي أم الفضل بنت الحارث قال ضحيتي صلى بنا رسول الله بأن تجيء في بيته المغرب جرجيسون يقول تجي صلاة المغرب وحلو النبي حنون سنة في مرض وفاته وياه فقرأ المرسلات سورة المرسلات بأخري ما صلى متك نصبان بعدها صلاة كذب صلاة متك حتى قبض إلى أولق بالضوضي حيدك عائشة أورنجي نبي صلاة وتكذب صلاة ومسجد كنت كذيبة هيدي عائشة هيدي ظهر عفن ظهر بؤها أورنجي حديث كاسي حديث كان بحقوق تعارض ذلك كم مغضى مركة وحلق جمعية صلاة إكاها الله يسوح أويا أم الفضل قوري قوي قوري نبي كنت كذيب صلاة نبي قوري كنت كذيب ضدئلت كذان ee salaadana u dambeysay salaad uu madlatu kadana dhuhur ba u dambeysay saas weey waxa laga hadlaayo ee waxa kale wax dadka lagu cileeyaa oo xufaad badan maran in wax hadith min hadithi anas yahay humayd aan anas in ar aan salaati rasuulillah laakin umul fadl maashi in la galiyo ee ama anas la galiyo laga dhigay min hadithi humayd aan anas in aan umul fadl niman ba ku dhagan oo way diidan yihiin sababku waa in laga dhigay aan humayd aan umul fadl oo qisada ayadu ay soo guuriso oo anas meesha laga gooyo israacinta anas meesha laga galiyay xafn xajar waa cilleeyaa abu xatim arrazi nawaat ilmaam laakiin xadiidku matnigiisu waa sugan yahay waxa la isku hayaa sanadka weyn kalaamku waa fil isnaad laa fi thubuut ilmatni in maqribku nabigu ku tukaday gurigiisa ay dadka qaarkood la tukadeen fi baytihi mursalaadna uu ku tukaday waa sugan yahay أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أمه هو يري بكورة أم الفضل أو حديث كذا نمرنا أنا الشهيد كيسية أنها سمعت النبي نبقى إنا مقشي الشهيد يقرأ وأسوأ أخرنا يكتو كان في المغرب صلاة المغرب المرسلات والمرسلات عرفا كتو كان هي مسلمة دي سوري سورة دي ربماءها وأوساط الوترية باب القراءة في المغرب بالطور حبابي هاي إن كر لورد قطوار المفصل لقلت كذا مغرب أخبرنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك عفوا عن الزهري عن محمد بن جبير المطعم عن أبي أبيه جبير المطعم ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف النوفلي سمعت قال حوري سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب صلاة المغرب سورة أخرني بالطور سورة الطور بك أخرني وأنا قصة أمر حديثنا أسأل في صحيح البخاري قرن إيسان صحابي كان جبيرة ويلكيسي ويلو رليبا مركا قالي أسار محابيس تبادر يا مسلمين تك عانتا يقول لك مركا سوغا مكا كيمت ومركا هانتي ودو الدونة يأين ويلكاسي وصوما حفرتو السود دايو أيو آمن مغرب يا مسلمين تكان هنا محمد ومساد كجرو أيو صو كصو بيغم مدينو قرآن كي مركا ألبابك يضاقضها مساد كبح حييب ودبي إلك تقول لك مركا سولو فكاد قلبي أن يصدع قلبي وين ودلع يعني كي يبوا مالك أهرسي إيمان قلوب إيدي ورسعابك أساكا ورمي مركا نين عربي وهد قريشود ووحي في قرآن كي قرنها يوقها مركا سورة طوربة تابطي دوت أضاق بها كجر طوء للمشركين في آخر سورة وليبا روايك أحد كوله وكان جاء في أصار بدر روايك وهو يومئذ مشرك مشرك بمالك وحان لو دليش ذا روح أصوغه فاسقة أماك مشرك وكافر هدو وحمق له كدبنا أصوغه مسلم أما عادل وطوبت كان أوريو إنسان دبلا هين أنا حقا نبنان تبع لو دليش ذا أهل الاستلاح وآد بحديك قد دليش ذا قد يضع باب القراءة في المغرب وحان أخذ النبي أنه وطور كتب كذي في صلاة المغرب وطور وحكمتها من طوال المفصل لا من قصره ولا من أوساطه باب القراءة في المغرب بحاميم الدخان كرب إن لورد هو حاميم الدخان لآذبة والكتاب قابس ورد أتقى أنه أخبرنا محمد
وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا أبي أبي وعبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن المكي المقري الحافظ ورجع حديث كيس حتى دوكوري من لايع الحجيوي قال وحوري أبوه حدثنا حيوة يعني بن شريح وذكر وحوش شيء عبد الله بن يزيد المقري آخرني لباد بوشيء أو كعطفا أما كلرن حيوة كلرن حيوة نيجا كلرن وعبد الله بن يزيد المقري نيجا مبهم كأ وذكر آخر نسايا هوليسي ويو وعبد الله بن بيعة والمصري أكثر واقع ضعيف منع حجيجته حتى شاهد حتى قوما كان صدو حتى لا في المطابعة حتى صوغ مغرون وقوين هيا مركا وقاد بو نسايا وواحد قدبانيك اللي دادو مبهام من بيعة وافقي مركا روايض أحمد بعديس في المسند إنك أوي هاي عبد الله بن بيعة وحكوده إلى لباطن ملود بنصيدا يلي أديس كبض نايم نسايا فقول لي يا بدار قلنا أو يري نساء الصبر كيسة يعني لي يا ببور محاجرة عبدالله يا حديث عوالي أبو هيستيبول كانت عنده أحاديث عبدالله من على مصر الفقيه بسند عال مركز متكل يحضه يسند نازل الرادن هي وننك له ثقة ومر الله يلو كتيره مركز وميلها يقدر شنو حفاظه إن نساء وسن كل شيء في كتابه وحق كيسة كضعيفة إن أستاذ كضعيفة وحلوسن كورنين أديك حافظك لقيتها ضعيفة نقض إن ما كان هجلين لكن أصوح وقبه نينها تزواك ثق نينك مركب وحديث عوارض كويس الرجوة وين كسم رواية وحتى مسلم كسم رواية وسنن بخاري حتى في خارج الصحيح وكسم رواية أيوة أصوح كل لحظي مع أصوح عوارض ولبا السنة عالية كويه لكر الرباعي الثلاثي أدو أصلا مرة لما ركى قارك الثلاثي وحكور لا بلي قال وحوي قال الله بدأ إن الله بدأ نوحي جاهدين آخر كأن جوية يحيو ويحقالا أجده آخر كأن جوية عبد الله ملايعة قال الله بدأ وحي أنك مفهم كأي حيوة نشريح أخبرنا جعفر بن ربيعة ابن شرحبي أن عبد الرحمن ابن هرمز ابن هرمز ابن هرمز عفوا عبد الرحمن الأعرج حدثه أن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب الهاشمي حدثه حوشق أن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ نبينا أخي في صلاة المغرب كنت كذي بحاميم الدخان سرد حاميم حاميم كفر بضاني زخرف مئة وحوي والدخان بلوجه الحديث كاني علك لما قضى أن كأهن السحابي قال لسكوها إياه عبد الله بن عتبة بن سعود الهذلي وعبد الله بن سعود وأذير أوي هاي هذه يقولوا أذير أها أهنين كأصال لسكوها إياه متابعي با ومن كبار التابعين مسوى سحابي حافظك التهذيب كأي تقريب كي سوحور رجحي إن ويهي تابعي طيب من الثالثة ومن الثانية لكن إصابها وكتاب الله قلت لقى للصحابة يهولون لقاها الله وحب الرجح ولي بتحقق علم أكوك ياني إنه الصحابي وهذا هو المحفوظ وهذا هو المحفوظ وحبا قلت لقى منه صحابي وحكمه عمر با في خلافته وحب بي إمارة السوق سوق ما ملكي زئي الدبقل كي زئي كالهبت إي رباط إي خيانة إي وحبان عاصم الله دقى الله أمير كردقين عمر نوحود انتي بعد رسول الله صدح 8 سنة كدي صدح 8 سنة كذب وقريه ذي على النبي مكو قريه صدح 8 سنة وقدم عمر لبسنا وخلافتها يا أبو بكر يبلا يرير يا سوى الطواني يبلاها يعني صدح 8 سنة يسكن نقط إذن هدو تابعي وحل قاسي نمان بوحيدا وجراء وحل النبي قدمان هاي قجر يلا بجر بها إذن ما الله بيتمنجر يتمنجر بمركو عمر رسوق قلبي بها نيم وين بقى واللي بحافظ وحود اللي شذي غير كي عمر نيم وحيل قلدي بيش في خلافته إنه سحابيه بأبضانتاي لأنه قاعدة وحولها إنه سنحيل قلدي من وين نيم سحابيهاي إنه بوايم مريد والي إيو حيل وين يا قيادة عيادماد إيو إنه بسحابي كسو بحي وايم مريينه لا يولي إلا السحابة رقن كاسو لها لأنه يا قدماء أهل خبرنا هوشنا أسو لديد أسو الرفالي ضدكونا وحيو إسلامين بالي هذا اللي خوفهم أسلموا خوفا لله وأسلم الناس خوفا من سيوفهم بل سحابه مناقبته وحاكمته ضدكو أيها كعبس وذي سيبته وذي بقى الله إسلامي ضد بضونا كميته أما الله إذن قماضاء وليدن الله يأي نوكي ذكو جاهدان لكن أيها خوفا لله وأن أحد كعبس وإنه بإسلامه وليه ومضح لك قراء عيو قال دبتها قنتي ترجمة الإصابة أفرق سديد بقول صدني يشان يا الله والله بنكرام نكاسي ومكو أيري هو من صغار السحابة طيب أديك الوان السحابة إن شاء الله. باب القراءة السحابة كبيرة. باب القراءة في المغرب بألف لام ميم صاد. حبابي هاي المغرب من لغو آخر يبا سورة الصاد. سورة الأعراف عفوا سورة الأعراف. أخبرنا محمد مسلمة سورة البقرة كذب وسورة آيات بضم بعض من القرآن تقريبا. بقرة بقى آيات بضم حق آياتها. آياتها أقول حك حكتان أمالي النساء يوسف. القرآن كذا ديرابي حتى كآيات بضم تاعي.
حاجة كلمين جمل نسا كبرا لكن حاجة آيادها أعرف إني بدنت عن أم الحفاظ ده الله ويديه. أخبر محمد سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب بن عبد الله بن وهب المصري عن عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري عن أبي الأسود عن أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن زيد ابن ثابت الأنصاري أنه قال لمروان مروان وأنك هذه أميرك مروان بن الحكم مروان بن الحكم وهي وعبد الملك أبيه عبد الملك أبيه ابن مروان يا أبا عبد الملك بالليل وكن يدي مروان كن يدي مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية سداس هو وربنا أمية يا أبا عبد الملك أتقرأ وما أخرين في المغرب الثلاثة المغرب قد هذا بالقول والله أحد من كنت كان وإنا أعطيناك الكوثر قال نعم بوري وأن كنت كان وأن كنت كذا ما كنت كتاوي يو سؤال ويدين يعني استفهام حقو إنكاري أوي روايك العديس ما اللي أراك تقرأ بقصار الصور ما اللي أراك زيد باكو هيستاو حلقوا أميرك أها نكل يا مروان طيب وهي مدينة ولي بخاصة أوجوهي روايك لما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل محاكو قرد عوان طقن وقرد تأجوك تيسين المغرب قصار المفصل أنكو أقرده ما أوصاد تابته دواشة تابته واسده أبد أبدت حقه مركا قد يدار سألقو هيستاو قال وحولي نعم وانكو أخريا قال زيد وحولي فمحلوفة أي أحلف بالله محلوفة فمحلوفه باني إيه دقان محلوفة باكفي عن رواية كون أبديه فمحلوفة أقسم بالله قسما بوي يأحلف بالله هاي محلوفة أي قسما بالله فمحلوفة أي الله أنكو دارتي داربا الله أنكو دارتي لقد رأيته وحاركي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وسوى أخرنا فيها في المغرب بأطول الطوليين labada dhaadheer mid u dheer ay flaamiin saad soo nabigu ku akhriyaan arkay buur labada dhaadheer mid u dheer acraaf horta la garay inay tahay labada mid kamida tayib takala waate nima waxay dhan waa suuratu nisa oo haba dheeraatee laakiin acraaf ka ayada badan nima waxa waa maido nima waxay dhan ma ahe waa ancaam adigu intaas la isku haya marka inay tahay tuula tuulayn acraaf iyadu acraaf murmala laakiin talabada raacda la isku haya نمن بحطا بقرة الشيري بقرة ماشي إن الزوجة شوى خطأ يا مسوق لي كرامة إسك قبضن طيب حطا هذه الله في حق الجملك أعرفيو أعرفي أنفال حتى لسكودر بقرة إسك قبضن طيب حق الجملك هي كلمات كذيل أما أيدها وادعي كرتاني كذي رادا يا بقرة إسك قبضن بان أمله أخبرنا محمد عبد الأعلى السنعاني قال حدثنا خالد بن حارث الهجيمي قال حدثنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج عن ابن أبي مليكة وإن صمر مقعيس إن بضن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة إن لا إله هذا وإن صمر أخبرني عروة بن زبير أن مروان ابن الحكم حديث كاد مطريق كلك كياني أخبره حوشك أن زيد بن ثابت الأنصاري أنصارية عفوا قال إنه يجب ما لي أراك محان لها أنت إذن كو أركي محان عيو تقرأ في المغرب بقصار الصوري صورها كقابن محان مغرب أدورة أحلطة قد رأيت محان أركي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله قد رأيت وحلف عده حلف عده قد رأيت رسول الله رسول كلامه أنك يقرأ سوء أخنا فيها في سورة في صلاة المغرب بأطول الطولين لبضع دير مدى أدير قلت يا أبا عبد الله وكنت عروة من الزبير أبا عبد الله بهذا اللويدين وحويدين وحوي ابن أبي مليكة قلت وحادنا ابن أبي مليكة يا أبا عبد الله عبد الله أبي هما أطول الطوليين لبضع دير مدى أدير محي أهيد قال العراف سورة العراف وحا لقاها الله صدح لك لمركة نسية مائدية عام تأدونت مركاسي وليس بمالها مركة مغرب مرنو ديرين جري أياكوا صدرت وذا ذهق قبى مغرب كي عشاء قل هذا وحده المغرب ك عاديتني دليل شدان ما هي نادى النبي محمد وعشاء ملها جهسي إن بلاها بكده هذا عشوه مركب قاركود لكن صورتها وأوين صو عشاء جليه ما هي نيليهين مغرب كل لكن قصار يا أوساط يا طوال بالنبي بل وحوق جليه بقرآن كي وأوين أبو دكت النبي صلى الله عليه وسلم ومرك الله أبو كليه هو أيك العاديس عرف النبي كمرة ما ينفرق على أبو كلي جبيه لبو كده جاي نسب كنت كذي إلى ثلثان أعراف عده رجل يجي رجل دمبر وكل ما يصير الصورة ده أخبرنا عمرو ده ضع عام الصومال كنت جزء أعرفنا وعوي مالك أسد عدل أنت هاي بوقك وقرا كود عي مظاهرات قبل قبل الله دي بدم بي وعوي
azilada way bilaabanaysaa haday ugu horan ku shaqaleysteen way meesha ku geysteen wuxuu joogaa culimada waxa dalishada oo yiraahda magrib waqti suu dheer yahay waqti gaaban ma aha waa dheer yahay culimada qabta dalishada wana ayad suuradu waa ku xadna maxamed oo quraan akhrinay waliba tartiibanay oo luudahaya waxa weeye waxay qadanaysaa saacad bay qadanaysaa mar marka uu dheer yahay oo shafaqa abyadka uu ku baabay ee ahmarka uusan ahayn waqtigiisu waqti dheer u yahay culimada qabta dalishada ay suurada hadii kana dalishada أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي قال أحدنا بقية وليد وأبو حيوة واسمه سويح بن يزيد الحضرمي الحمصي عن ابن أبي حمزة شعيب وياهد ابن أبي حمزة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب نبو حكو أخري صلاة المغرب بسورة الأعراف كنت كذي فرقها وأكل جويي أما أكل جويي في ركعتين أما فرقها سرد بقيبيين في ركعتين بكقيبي لبرها بقيبي بكقيبي حديث كان حافظ حجر نكت ذراف على تحفة الأشراف في الحباري عند تلماما إنه يهي اضطراب كجر حديث عايش اختلاف الأسناء إسناد نجره والأسناد في مضطربة طيبة التلماما لبضع كتابة حديث كان أوي حديث زيد حديث زيد هورين سوهين إنه بكت كاسا محفوظ تلماما أما حديث عائشة وقصدنا عرف كصابتن تكت كيدا كصابتن حافظك حقوق ويروي على لكن اضطراب كاسناد لانه صندبي نبذ مود حديثك باب القراءه وترجيح الصوره قال لي هاي باب القراءه في الركعتين بعد المغرب وحباب هاي قراءه ركعتين كلو اخريو بعد المغرب يعني ركعتين في مغربك قران قال هاي اخبرنا الفضل بن سهل ابن ابراهيم الاعرج قال حدثني ابو الجواب واسمه الاحوص ابن الجواب الضبي قال حدثنا عمار بن رزيق الضبي عن ابي اسحاق السبيعي عن ابراهيم بن مهاجر البجلي ابراهيم بن مهاجر البجلي وان ادل قوه يو تضعيف سنه لو بدن ياهي حابتك وحكو غبغي صدوق لين الحفظ وان صدوق في دين لكن حفظه سواليتا مركه لو حوري فيه ضعف مر وحوري فيه مقال ذهب اصبح وحكو غبغي ليس بذاك مركه لو حوري ضعيف مر وحوري ضعف توثيق لكن عبد الرحمن مهد أولي هاي هي أحمد وحابدك وسكو شيئين في كتبه بأجرة ومركا أنين كان أي توثيقية فسونا وحول ليس بمطروك ولا بقوي بل هو بين ذلك نين مطروك ولا طورانا معه نين حب ونرقب ونقمنا معه بين ويبو له المهم نين كاسي وانين يحسن حديثه في الشواهد والمتابعات أما احتجاج كليل حجيجته وأردت عند الجمهور لكن نسائي وحوك قبو ما أقان رقى جرحي وكجرة جرحي آن حوك بني عن مجاهد لكن هنا يحتج عن مجاهد بن جبر عن عمر قال حو رمقت وحان أكور قلي رمقت وحان أكور قلي يعني وحان في ريوي مركز فير معناي يدر يلد له ويالي يا رمق اليلا رمقت النبي قال أكور قلبي 20 مرة لباطن قور يقرأ وسوء أخرين أما أن في ريي أون إيغي يقرأ وسوء أخرين في الرقعتين بعد المغرب ركعتين كمغرب كدم بي وفي الركعتين قبل الفجر ركعتين كفجر كهر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد سوكو أخر يبان أركي إذن ركعتين كمغرب كان إلا فضينا أيها أيها أي إخلاص معودات كاللقين لها أيها هذا وجهي ذا سنة كان حقوق اختلافة كجر سنة طيب عن حديث كان لقول علينا سكوت أدو كبت بهذا إبراهيم طيب باب الفضل في قراءة قل هو الله أحد قل هو الله أحد فضل كجر أخرس كذا قيمة هذا أخبرنا سليم داود المهري عن ابن وهب بن عبد الله بن وهب المصري أخبرنا عمرو وهو من حارث المصري الأنساري عن سعيد بن هلال الليثي أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن الأنسارية عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث نبي حود رجلا أي أميرا ونبو أمير كدق على سرية لبمرود كحير عيدنا وبحريب من أمير وقدق فكان أمير كوحوها يقرأ كي أخري لأصحابه في صلاتهم بكت جنجري لأنه منك حلك ينبى مدة جنجري فيختم حكوكنا الذي جرمك قرآن كالصوء أخري بيقول هو الله أحد مركو فاتحة أخري أما صورة كالصوء أخري وحكوك بقبيا يقول هو الله أحد ختم احتمال لبعض بكوشة من فقه هذا وحليم حد عكرت إن وإنت كلا أسكبس وتكذا صورة ذكالي فاتعية صورة ذكالي لكن ركعة أضم بيسة يوحو قلين زي صورة الإخلاص
marka khatmigaas macnahaas waa lagu fasiray mid qaliib baa ku fasiray kamid la ku xalo badan yahay inuu raacin jiray riwaayad bana u dhalishay inuu raacin jiray fi kulli raq'atin gelinayay suratul ikhlas falamma raj'u markay soo noqdeen dhakaru waxay u sheegan dalika arinkaas li rasuuli dhaqan waxay la saxaabadu hadii amiirkoodi wuxuu ay ku qoonsadaan inta nabiga laga maqna nabigu haduu socon asaga baad deeg goob joog asagoo maqan ama nabigu asagu madiina jira haday wax dhaco oo ninkii amiirka ama dhaxoodi wax ka dhacdo hawlay qoonsadaan diiniya ay dhacdaan waa ku dacwoon jireen waa gudbin jireen cabdi cas waniga soo maray intuu tujiyey isagoo janaaba qaba maalin qabo jaamacadiisi oo amiirka u ahaa in la dacweeyey dhaqankaas ayay khaalid ba hawlsin waa la dacweeyey cali ba intii loo diray in haniimo iyo hawla qaybiyo la haray sahamigii ay lahaayeen aalubeyti rasuulillahi buu gabadh fiican ka doortay waa kii boroyday ay dacweeyeen iyo khaalid yacni haddii amiirka xuquuq laga tabto hawshaas nabiga loo qadimaayo leanna waa maslaxa caama in la saxana markaasi waa laazim xan iyo qiibana ma aha marka ayada namiimnimona maa hawshaasi ma aha ayib waxyaabaa iska shaksiga ayaa la diidan yahay ma wixii maslaxa ummadeeda hawshaas waa in loo gudbiy cid wax ka qaban lahayd falamaa rajacuu dalika lirasuuli illah markay arrinkaa u seegeen rasuulkii ilaahay markay noqdeen waa u sheegeen rasuulka bay u sheegeen cafwan faqaala wuxuu uhi saluuhu weydiiya liayi shayin facala dalika waxaduu nabigu inuu dareemay saxaabigan wuxuu ikhlaas u maagay ila ninka nin qur-aan yaqaana weydiin w qur-aan la-aan haysa ma ah bal weydiiye wuxuu u maagay oo saa u yeelay fasaluhu waa weydiiyeen faqaala wuxuu uhi liannahaa sifatu raxmaan allihi raxmaana tilmaantiisa weeye marka fa ana uxibu waxaan jeclahay an aqra'a bihaa inaan salaada ku akhriyo suuratu likhlaas qaala rasuulla sal sl wuxuu uhi akhbiruhu u sheega ana allaha yuxibuhu ilahay inuu asna jecel yahay jacayl rabbi hadduu u akhriyey ilahayna asna inuu jecel yahay u sheega waa shay qiimo badan wey akhbarana qutaybatu waa marka min almubashiriina biljanna wey ilahay subxaanahu wataala adoonuu jecladay hadde waa ahlu janna wey bal wax janna ka fiican ka daran baa loogu bishaareeyey jannadu waa muxuu ahay abaalgud yar weeye ilaahay xubigiisa wax walbaba ka sarreeya akhbarnaa qutaybatu bnu saciidin can malik bni anasi can cubayd illahi bni cabdiraxmaan bacdu nusk baa can cabdillaahi qora can cabdillahi bni cabdiraxmaan cubaydkaasaana loo badan yahay can cubayd illahi bni cabdiraxmaan can cubayd ibni xunayn almadani mawla aali zayd bn khaaab ree aalu zayd buu marka gacay mawlow ahaa oo asalkoodii xoreeyey qaala wuxuu uhi samictu abaa hurayra radi allahu tacala an yaquul aqbaltu maca rasuulillah rasuulka ilahay maysan soo qaabilo safar baan ka nimid ama socdaal baana ku jiray fa samica rajulan buun maqlay yaqra'u akhrinaya qur'aan akhrinaya qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan axad faqaala rasuulllah wuxuu uhi wajabat waa waajibtay jannaa waajibta wey fasaaltu waxaan weydiiyey nabiga maada ya rasuul allah nabi allow maxaa waajibay madame dhaaf baa waajibay ma jannaa dayatay meesha waxbaa dhacay maxaa dhacay qaarna wuxuu uhi aljanna jannaa waajibtay jannaa waajibtay culimmadu waxay leeyihiin in badan oo kamida waa khaas saxaabigana khaas ku tahay wuxu qaarigaani qaraa-in kaloo meesha biirsatay iyo howlo kaloo nabigu ogaaba hawshani dhammaystirantay waxaa leeyihin meeshan tacliilka nabigu wajabad buu yidhi qiraa'adaas weeyaan walqaacidata ana alxukma almutajadid yudaafu ila alamri almutajadid saxaabigan qiraa-u la yimid oo suuratu likhlaas ah horaan isagoo banaanka iska taga nabigu wajabad ooma dhihin qur-aankan uu akhriyey ee suuratu likhlaas awgiibuu nabigu wajabad u yidhi xukumkan iyo jannadan waajibtay in loo tiiriyo sababkii u dambeeyey xaadidka ah ayaana munaasab ah halkaasay marka mareen nimana waxa le waa caam nin walba ahlu towxiida oo laga helay yacni waxa weeyaan alaswa mxu waa ictibaaru alawsaaf alwaarida fii maxali nas qiraa'atu likhlaas ninkii laga helo towxiid iyo asali islaamnimanoo laga helo wajabad lahu ljanna taana ma anfinayse he inaan xogow naar lagu soo marinin haddaad mudato janna laakiin kuu dambayn akhbarnaa qutaybatu marka saasay u waafajinayan usuushoodii u waafajinayaan culummadu xadiidka akhbarnaa qutaybatu bnu saciidin can maaliki can cabdiraxmaan ibni cabdillaah ibni cabdiraxmaan ibn abi sacsacata almadani alansaari can abihi aabihi cabdullahi bni cabdiraxmaan ibn abi sacsaca can abi saciidin alkhudriyi sacd bni malik bni sinaan ana rajulan nin baa samica rajulan maqlay rajulkaasuu yaqra'u akhrinaya rajulka wax maqlay inuu abu saciid yahay baa loo badan yahay rag baana diidan ninka laakiin qur-aanka akhrinaya inuu yahay qataada ibn nucmaan muran malaha asagu qaarigu la maqlay qur-aanka akhrinaya waa qataada ibn nucmaan ayib laakiin saamica ama mustamicu mas abi saciid ba oo saaxibu lqisa saaxibu lxadiid mase waa nin kale ninkaasuu yaqra'u akhrinaya qul huwa allahu axad yuradidu asagoo celcelinaya qul wulli ku celcelinaya waa dhammeeya wuu kusoo noqdaa wuu dhammeeya waa kusoo cesha falamaa asbaxa markuu waa bariistay ninkii wax maqlay
جاء إلى النبي نبي يقول فذكر ذلك له نبي محمد بو الشيخ نبي محمد بو الحال إننا ندرسنا أي قرآن كي بالله وصلاة الليل بالله إخلاص بكتنا ما هو صلاة والبصوت الخلاص بكتنا رواية حدك له وكأن الرجل يتقالها أما تقالها وحال مدانين كي ينفض يستوى يريستي إخلاص محال أقول نقوم وي ما قرآن كلا آخرين إنك يحيوه لن نقطة يوحان لعب صغيره طيب الصومالي دوادات كن لو كوني أفرتمي أي مزاد كسيس كا ودات با صلاة وتر رمضان نقول تجي والضحى مية يعني مكاسو والضحى كؤي لكن بنا الله صوب حي الصومالي دم حوض الضحى اللي جوا الأكبر وهي ما مش هذا اللي جوا يا سيدوبا أحمد إبراهيم ودات كأحمد رحمه الله الله لا عافية مركا فلما أصبح جاء إلى النبي فذكر ذلك له مركا مالها كركوري بقري مالها أنعام هودي موين هذا الله بركو أيضا صومالي وسيسار فذكر ذلك له أرن كاسو نبيك أشيغي فقال رسول الله سبحانه والذي نفسي بيدي الله النفسي دوك عندس كجرتان كنارتي إنها سورة الإخلاص أما قلوا لي لتعدلو حيقول لك أنت حق فضلك أي ثوابك أما حق معناها سورة القرآن إن فضلك ثوابك اللوعي يعني نحر كي معناها حنبارسنة اللوعي لبضع الرأي باجلة تأويلات فربي لها طبعا كله بالك قليل لكن أضب حنا محمد بوا سورة القرآن سورة القرآن تاقنو وحانا إلى الرو إلا إلى هذا القرآن كما حقوق الله ما كلا مريو توحيد العبادة توحيد الخالقية توحيد الأسماء والصفات بقرآن كها الله سورة محيكة كها شيء هل توحيد وكامل توحيد الأسماء والصفات أما توحيد العلم والمعرفة كي لو يقانية مركا قرآن كي أوران أصوشة سكو يحكى أوران دو إسكا ثانويات مرة دي توحيد ربي لك قاري هذي مركا توحيد دي إلهي حقود ربي كم من الدوميس أستغن أولها وكنت ما نصدح النقدين مدنا إسورة قضاء دكتو وليبا أصل أقول نقطي إلا يهدو ثلث القرآن مركا وشيء ظاهر ووي لكن إسداء أهل قد داي وحبها ديان لوسي بحي أخبرنا محمد بشار بن دار شيخ الجماعة قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا زائد بن قدامة الثقفي أبو السلت عن منصور معتمر السلمي عن هلال بن يصاف الأشجعي عن ربيع بن خثيم أبو يزيد الكوفي عن عامر بن ميمون الأودي عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري عن امرأة عن أبي أيوب هوين إذا ولسكو خلافي وأنا امرأة أبي أيوب إن يتيبا اللو بدن يحي عن امرأة أبي أيوب الأنصاري وايد بان عدي امرأة من الأنصار ويو امرأة أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد ثلث القرآن قل هو الله أحد ثلث القرآن كالثلث كيوي صدح ميوض ميلوي أما صدح دلال بيقول لقنطاء في الفضل والثواب أو في المعنى والحكم لما نوحيد ما يورانك على قول يجي ثلثه وقرآنك وأخبار يوحاوي يعني أحكام يوحاوي توحيد صدح ذاوي طيب بيتلك هذا الشيء أخبارتي أحكامتي وما يسمى بحين وحيوب بحضي توحيدك مركز ثلث ساسا يكون نقطة لما ما يلبي نقول بثلث كيف رادين هيا ما يشوكو في رسل لها مركز هوشا سيحباسكو سيدي بنا مرحبا شيخ أصول شمك الله في ريها دي توحيد مك الله في الوحي أحكامتي انت تكلم حياتي نينك التوحيد وأصحه وحي كلا صوها وهقاق المهيات واجبات محرمات وحي الله كلا هذه توحيد وكفوص وقناده وأحلقه شين كروهي شفعنا يكفر انت زاسا نوجدنا طيب وحي لو قالوا بين تعنويات كي واحد كلاعب صغيرة ما تاسي هذا الكواس كير دي بدنية باب القراءة في العشاء الآخرة عشاء الضم بي ان وحلقوا آخر يوه قرآن كقالها هي أسونا مغرب وشيخ قرد حي إيوه هوليه راعي لها هذا وحيوقد بيب العشاء إلا تابتو بصبح اسم ربك الأعلى اللغو آخر إيوه أخبرنا محمد قدامة المسيسي قال حدثنا جرير جرير هدو إطلاق النساء إيوه انتو كل قد بي إطلاق انت بدنا أسونا نقضاء جرير عبد الحميد الضبي بون نقضاء فقال وي انت بدنا وي الشيخان جرير وين نسبيان جرير عبد الحميد الضبي عن الأعمى سليمان بن مهران عن محارب بن دثار السدوسي عن جابر عبد الله قال قام معاذ أيا استاغي فصلى العشاء الآخر عشي دموت كذي ومدى تجي يعني شرع في الصلاة فطول وديري صلاة بوديري بقر بالله بأسطورة الله مده فقال النبي وحوي الحديث ورسوه قابي أفتان يا معاذ معاذ وما فتنة يا طهي دين تروح أدلك قدرها أفتان يا معاذ أين كنت حقيتك أدوي حقيتك مرطي عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت سورة ذا حاجات كم مرتبة سورة ذا محاكود دي قرآن كم ترسل مياه ما كتبغرون ضدك أوعي تالنس
marka wuxuu soo lagu canaanta imaamu jamaa intu nabiga la soo tukado wadana reebani sanaba tujin jiray cishaha anaga soo maraqay qadiyada yado fafasan marka sheekhu waxa ka khuseeya sabax isma cishaha la galin sabax isma hada waxa ku ka tirsan tahay min awsat al mufassal la qisaruhu باب القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أحدنا الليث بن سعد عن أبي الزبير محمد بن تدرس المكي عن جابر عبد الله الأنصاري صلى معاذ بن جبل باتجيه لأصحابه العشاء عشيه الضنبي أيو تجيه قوسك وإمامك وآها فطول عليهم صلاة بكديري فانصرف رجل ننبى صلاة كبحي ومنا أنقى نغتر سن جابر بال منا يعني منا من جابر بن سلم وآها يعني منا من الأنصار طيب لا منا من المسلمين لو مجد وحلق الله وقويس قويس هذا الله والله فانصرف رجل منا ومن بني سلمة فأخبر معاذ معاذ بالله وعنه ننك بالله ورم وحال انت صلاة كجرتي القرآن كآذ ودي ننبا انتو أركيسان ويكبع صلاة كل قلت كذي اسكتغي فقال حوري إنه منافق ننك منافق وي إن صلاة الوجر الدنيا لقاق عرور كلك حيث وراق المنافقين منافق يبو ننك أسكع فلما بلغ ذلك الرجل أرنا مركو ننك قاري دخل على رسول الله أسيق الله شيخ رواية إضافة فسمي نصوم مر مركو أسيق الله حقوه الرئي مؤمن تباكوه الرئي مصلين تباكوه منافق عد بالي محاجرة ساسو سنة سنوى منافق بوري ما مؤمن تباكوه أسلح حكمين كدب ننك بالله شيخ حالي مسألتك حكم باك كارع الله صعب حلو ما نأي حكمان المنافق قاري ها بريبا رسولكم قلبحي النابو مركو كل معادي نبي محمد ينن كيس قبته إلا يمحاضه وأخر ذا طيب شو هذا محد كنت كذا أنا ما أقرأ نبي القرآن كمعاد وأخري نبي محمد القرآن لا أنا وساسا كنت كذا أبوه بحال الشيء السحابي قاس إنه كل شيء دجالك أحد وكيدي بريمك عدو يماده يا لوجان دوراني معاد كان نجم منافقة قاس لوجان دورا وكذا قال كي أحد بكل شيء ذي بسحابك وسوي الرجحة في الحبار جاي مالك ربع مركا مركو صحابي بالشهيد ابن النبي ورياب معاد ما فعل خصمي وخصمك قبل ما يكت انك اتيسين نبغ مديها مفرزات حول انك اني ادي ونلا دوداي ان سيني حالك زي كور ما فعل خصمي وخصمك الا وكي انا اني لا احسب دندنتك النبي الله ولا دندنت معاد مركا لكن انا الهي بان برياء سوره الفاتحه اخريا عدا نو وان كما انغلا جنن وان ويديستا هوشيد وانتاس بيرت وان كشقيستا warkii waa kooban yahay bur marka yaani darti baan nabigu hawsh baan macad lagu eedeeyay falamma balagha dhalika ar-rajula dakhala ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam falamma balagha maku dhalika tanfiqi at-tanfiq niku lama faqiyi ar-rajula dakhala ala rasuulillahi fa akhbara wa u sheegay bima qala mu'ad mu'ad inuu inta saadi ku dheereeyay hadana uu xukum saaray munaafiqnima fa qala lahu nabi wa huwa aturidu hadmi wa muhadduni mu'adu أن تكون فتانا يا معاذ إلى أن نقطة فتنية فتنة وضعة ومدك لفجية إلى أممت الناس ضدك ضد إمام النقطة كريد أنا وكمه الله إنما ركض وقلت كنيسي فقرأ بالشمس وضحاها والشمس وضحاها كتك وصبح اسم ربك الأعلى كتك صبح اسم كتك والليل إذا يغشى تانا كتك وإقرأ باسم ربك سورة حال أوران كرنا بمحمد وأدو سورة الأعراف بس أنك ماذا أقول إن محوهاي صحابة دي محد معاد أقوهاي ستا بقرة إلا بقرية أعرف وحوى اسم الضاماني وليب مركا دوا أعرف أخرين يسنى بألو بقرية ضابة كالديراني مركا وهوشو المقيم أرنجري ويطيرين تلايس أمري وطيرين نسبية إضافية كل بجة ما عضا إيا وقتك إيا حالة دي كحران تاي إيا قارئة قارئة حتى وحاجر هدو بقرة هذا صنع قصر هذا يسون أنك الدالين حلا يكون مرتيب الصورة أول دم يب هذا لسعولين إيه وده هذا ضوف فاتح كوا آخريه فاتح لي بعد بسن حال ضع مأمومين تا إمامك وقت جا بيكون حرام تاي بأسوق جدا هذا نمنا وحيليه وحدع كرت النبيو مرمر بودرين تري لكن معاد إنه جوك تيب الله يبنو القرآن كان أدوية قانا القرآن كان جعلبا إنه بقى أنا سوق كدقت التطويل جوك تيجي سلاد عيشة إيه أسوق لي بالسود ده هاي هؤلاء سأصب بيرسل لكن نبي قصو عشاء وما دهن جرين حلق يمادا بواتو كان جرائي سوق الماء اللهم إنا يقول تأخرا موية مركب فرق قاس أيام يشو كجرة مرحبا Thank you.
wadaadku wuxuu leeyahay soolama oran karo markii mucaad iyo saxaabadu ay xukumeen ninka salaada goosta tanfiiqiyeen warka asaga waa loo geeyey meeshaasu rufyaannimo kuma jirto markaana maama kuma jirto yani rufyaannimadu asalkeedu waxa weeye naqlu lkalaami calaa waji lfasaad in labada ruux aad ku jirta in loo gudbiyo ayaa asalkiisu nimada ku salaysan tahay haddaan u gudbiyo hadalkaani bal hawshii meeshay ku dhammaystirantay hal ogado xukumkaani nifaaqa masaxan yahay mise waa khaldan yahay salaada ninkan uu ka goostay keligiitu kale ma asaxaysaa qaabka haddii loo gudbiyey ma aha rufyaannimo ayib laakiin rufyaan waxa weeye in hebel iyo hebel inaad isku dirto isku dhacaan oo fooda isgaa darteed aad halka u qaado oo warxumatashiil sa aada noqoto marka qaabka ay u qaadeen saxaabadu hadda nooma cadda laakiin warkaasi waa la gudbiyey waxaa kaloo ku jira adaab i weydiiyey howlahaygii baa ku jiro waxa weeye ahaa haddii ruuxi aad ku aragto wax munaafiqnimo daahiraya ama kufri uu yahay inaad xukuman shardina aysan inaad baadhahee hal lahu maanicun hawshii sheekh mahadi aan isku qaban jiray weeye marka maanic ma jiraa cudurdara ma jiraa yacni daahiru lamri waa maxay ninkaa in nifaaq uu ka muuqday marka mucaad iyo saxaab waxaa dhihi innahu munaafiq maysan ka joogsaninba waa meesha lagu jabay saxaabadu markaad gaadha fiqigooda oo kutubu sita iyo sunanka aad akhrido arki doontahay waxa weeye nebi maxamed iyo saxaabaduba daahirkaasay wax ku xukumi jireen allaahuma in shiki uu gala mooye inuu shaki gala mooye marka hadduu shiki kugu yimaado waataan ka ixtiraasnoo nidhi haddaad ruuxa kufri ku ogaato ama fisqi ama nifaaq ku ogaato walam taclam bihi maanican wa cudran cilmiga ama cilmi yaqiini ha noqdo ama cilmi dhanni ha noqdo marka ayada xukunku aad rigaysaa lianna muqtadihi iyo sababkiia markaa saliim ah wax mucaaridana kuma mog xukunku aad ridaysaa xadiidkii muxuu ahay maaciz buu sheekhmahadi ragga badanba soo tuuraan laakiin marka loo laabto kutubta xadiidka ka hadashay waxay kulligood ku raaceen xataa kuwa xujaysta xanaabta ah inuu nabigu ka shakiyey ninkan caqligiisa abika junuun wakii lagu yidhi miyaad waalan tahay miyaa lagu maray zinada waxay tahay ma taqaanaa hadda nabigu wuxuu ka shakiyey inuusan garanayn ma huwa wasfu zina sababka wuxuu yahay shaaficiduna qaacidaba ku dhisaanba qaacidaba ku dhisaan istifsaalka nebi maxamed uu axkaamta ku sameeyo hadduu yahay istifsaal ku dhisan sabab daahira ku dhisan lama xujaysanayo takraar looma xujaysta xanaabtu waxay ka qaateen ruuxii zina ku dhaca waa inuu qiro ilaa afar goor qirto maxaa yeele maaciz ilaa afar goor nabi alla waan zinaystay daahirna yidhaahdo xad lagama oofinin shaaficiyo hadduu mar qirto ruuxu ama laba qirto ama saddex xadki ninkii kuma dhicin saabkii lagu xadayn lahaa hadikanay ku dhegeen shaaficidu marka qaacida dhan bay ku dhiseen takraarku wuu baaba ahayaayo haddaad maaciz ku dhegto waxaan leenahay xadiidkii cabdullaahi bnu unays ee anas maxaanu ka samaynaynaa waqdu yaa unays ila mra'ati haada fain ictarafat farjumha nabigu miyuu baadhay yani way kuwa nusuusta o dhan baa kaa hor imaan meeluusu nabigu u bixin oo muxuu ku dhahaa xataa laga oofiyo kaa waa maxay ha la soo dilo iyo tafsiil meeluusu min baad arkaysaa waa maxay waa kolba qaadiga iyo ninka muftiga ah iyo ninka xukumka ridaya taalibu cilmiga faniga garanhaya kolba isagoo shakigiisa iyo hawsha ku timaada ayay markaasi ku saabsan tahay wa farqun bayna alqadaa'i waaliftaa maxamed ibnu daawuud aldaahiri yaa waa waxa u timid islaam baa u timid markaasi ninkaygii baa biilkayga bixin la oo masruuf baan kala ahay ixukun aabihii ninka aqoon badan buu ahaa maxamed ibnu daawuud aldaahiri wiil musiibo ah xaafid ah faqiih ah aabihii ka daran faniga madhabkan aabihii isagaaba xoojiyeyba aabihii usuul buu ka hadli xoogow buu jacburiyey iyo rasaa'il yar iyo niqaashaad laakiin ninka shaaficiya ay isku baabi'een ee munaadaraadka lahaa ee xalaqaadka lahaa ee shaaficiya samriyey ibnu sirajo waa dambe unay isku baabi'een mooyeene ninkaasu ahaa kutub waaweyn oo loo baxdo usuul weliba uleeya isagu yay u timid nin fiqi badan ba markaasa waxay tihi ninkaygii acsara can nafaqati maxaan sameeya ma iska fasakhaa ma ka furtaa wuxuu yidhi dhahaba bacduhum ilaa ana alrajula yu'maru bisacyi waaliktisaab wa qaala aakharuun tu'maru almar'atu bisabri waalixtisaab wuxuu yihi culummadu laba weeyo qolyo waxay dhaheen ninkaa waxaa la amri bisacyi waaliktisaab inuu xoogsado oo dadafliyo oo soo shaqeeyo biyaha dhaamiyo oo gabadha biilkeeda meel saraa la amri fasaquna ku asix maaya bilcisaar cayn nafaqa inuu biilka u waayey naa kuma furantee ninkaan amraynaa inuu sida dameerka u shaqeeyo oo xoolaha biilkaada raadiyo wa qaala bacduhum tu'maru lmar'atu bisabri walixtisaab waa fasiix iktisaab ixtisaab baa hawsha ku wadaa markaasay fahmi weyday jawaabtiis wuu ugu celiyey
ويفهم ويدي مرصد حد بقول عليه ويفهم ويدي حوري يا هذه لست قاضيا فأقضي بوري ولا سلطانا فأمضي ولا زوجا فأرضي بوري إنك لودي إن امتحانها حور أنه قادمي هو مركا أن حكم هذا الهدون كافة صغنك لكن قطوة مجرقين فرق بين قضاء القاضي وفتوى المفتي مركا فتوى أنه كسيب لو إن علمته لبضع الرأي قباني هوش على قاد لا أدوي لست قاضيا فأقضي بوري إن قاضبوا حكمة جزئية معينة قضية خاصة كهالله كما الله مزلع عاما حالات باللوكي وبارقوا أنبك قارها لما ندومين كرقان كيسا مهما كلف الظروف هدوس المركز خلاف قواطع يدليل عض أما قياس جليئة إلى آخر الأمر مركز ولا سلطانا فأمضي ملحويني أمير رميه هوش أن أقول يهول كحليه هوش أن أنفليه هذه حق اللو قدونا ولا زوجا فأرضي ننكي بيل لقيت ربينا نقول مئي أدي هوش أضو بالك لي جلتاي بالك لا أدوي المهم قضاه يفضوك لدوين ظاهر الأمر إن لغصع بيهوس قد لسانتاي أنا أتشكش كذا بموية وآه حقيد أدين ساكو أوك حدين هذا الدليل كتو دليل إيماء ماشا إشكال كاك ينتين برامك إلى الأوليدين هيا استبصار كيم ما إنا الزني ستبع الأوليدين مساء إن أي مارع على بارها هيا حتى مزيزو زيني ما زيني حكو سقناتا زيني ما بسقنا شيء عزمان موقتا يبكي جرا زيني سوني هرتو سقناتا ما إذن قبرنا ياكو شيء ما يضع اعترافت ما اعتراف نين باي وحان كزني امرأتي هذا نين كاسو اعتراف سبا لغو حكم قونوه لكن قبرنا نقول قيدة جوكتي لو ان كزني ما قبرنا ما اسا اعترافنا كود لينا سوئنا قراطاء ما بينا لها لما حد كوينو سقنا حد كما بسقنا نين بوحان قال لينا واحد سقنا ضي ونروحا ما يعكو وواجب من لبراتا قانتي يعني حديدك انا قلنا تاقير وحوك الله باب حنفي معزلات وقيبت معزلات أخبار الأحد لا تثبت بالحدود الحدود لا تثبت الأحد وخبر أحد ومعد البرب أدري شيء حديث كان حلو حجة ظاهرة بإقامة الحدود بخبر الأحد وحاكروا الغبة بأحناف وحال فإن اعترف هل مرنا الله خديك طيب قرأت الرجم بالله لما دين أربع مرات حديث ما عزب الغبة بأحديث بغبة يمت مرقى قد يضو وحي تاقريسة ولي رأي أنه كسع عني نبي قد حدك أنه سنة ويديوه باعتراف أو ببينة بينا الله ما هي ننك وركي ما بينا مسوا دعو إذن مرقى بينا الله ما هي اعتراف با مرقى وفين قرأ اعتراف قبرة دي دي دمال وفلها دي دمال مرمزني سنين بلا يقول عليه جنبو كشنة الشيطان هلا يدافيه أصل أحد القتل اللي يقول فيه على رأي بعض أهل العلم علوم عيا مايا هذا يسقى لك أرباشا يو هذا حد يقول فيه أصل اللي يقول فيه زين هذا ذاك العيس دوي نقطة سنة ما كان كذن يسنن أي إنكرت ولا واحد القتل بحنا كافين إنه يو حد الزنا هذا الزنا دي يقول بدي يدعان شو يوم حد يقول يسوي يقول أرباشا يسال المهم إن حد القتل أن اللي يقول فيه لكن حد كوع اعتراف اللي يقول فين إسلام تنا على الدبقة اللي مرها ضي إنكر طيب علماء دو بدايين ينان صعدان رواية سؤالة يقدها هي مرحبا مسألة القضاء يقول الله بنا وذا دوح إلينا إسلام تنبي عبد الله من أونس اللود دري حبوا وحلقته ما يحران تومين هراج جري وفي الدور يفسقي بلقته ما ينما باي نما نوح إلين مية فراش باي أهيد لرجل باي أهيد مركل سير لوك على الصوع على بعضهم ما يو أيسن نصب كي يا أولاد سكو خلط من بالله بهوشة إن لصوه لكن تن ما عز إن الجوار أهيد بلقيا أما أي خلية أهيد لقبين مركوا هول وخذوا عيسى قاضي الركيزة إماها لبقي قضية استعارضة يسيد أصوأ أضوء تلمان قليح شرحها وشه لبقى البنائين ها
لوضوء برنايه. أخبرنا محمد بن علي بن حسن بن شقيق المروزي قال أخبرنا أبي حسن علي بن حسن بن شقيق المروزي قال أخبرنا الحسين بن واقد المروزي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن حسين الأسلموي ويلكن واويل أصونا أو بريدة علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء الأخيرة صلاة عشاء الضمب عشاء المغرب كان لقصها العشاء ما لسكينا مركة قاركور بالشمس وضحاها وأشباهها يكون شبه اللمد أو من صورة صورتها والشمس هي صورتها اللمد كأه أيو مركة النبي كنت كنجري ويعشها باب القراءة فيها في العشاء بالتين والزيتون إن لغو آخرية. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يحيى بن سعيد القطان عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب قال صليت مع رسول الله العتمة نبي محمد بان عشاء لت كذا فقرأ فيها بالتين والزيتون بكو أخرية وإذن صورة أن يرينا. باب القراءة في الركعة الأولى من صلاة العشاء الأخيرة هذا هو قد بي ركعة كوباد عشاء وتفصيل بوهوصل دقى الشيخ يتبين بعد الإجمال أول محوهاي العموم من صلاة العشاء الأخيرة عد كوباد عشاء وحالقوا أخرنا أيها أما نبقوا أخري جري. أخبرنا إسماعيل مسعود الجحدري قال أحدنا يزيد ومن الزريع قال أحدنا شعب الحجاج عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر نبي محمد باصوح الله الكجري صلوات ربي وسلام عليه فقرأ في العشاء عشاء وحكوار في الركعة الأولى ركعة كوباد بالتين والزيتون حديث كوري أصبح مطلقها أما مجمل كابو التفصيلي رقع حق الرقعات كتفصيل كجري. باب الركود إن لقد هوي ركودك ومن ركض إذا سكن ولا مكث في المكان باب الركود في الرقعتين الأوليين في الماء الراكد وأنا قصوم الرادير وحال النقادة اللي جادة إن لبارك عوض كوبات كوبات يلا بارك اللقون نقادة ولو حسله ويسن الله من أهين لبارك الضمبي صلاة الرباعي أما ثلاثك. أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعب الحجاج قال حدثني أبو عون واسمه محمد بن عبيد الله قال سمعت جابر بن سمرة قال يقول أصدقه ولي قال عمر لسعد جابر بن سمرة هو نسحابي أذكرنا إذا جاي طيب سعد نوا سحابي سعد بأبتقية جابر بن سمرة أبتقية له ولا شيء ولا شيء سعد بن وقاس جابر بن سمرة ولي أبتقية بسكويه ويلي أبتقي ويسكوي قال عمر وحكولي لسعد كويلي قد شكاك الناس قد شكاك الناس ضدك باك هاشيك تي عمر هدي هذا ما ضدك ورم بوجيدة ضائفة من أهل الكوفة وي ويحلو يقانا ويقراء من الأحوال وليه حقر كيسا الصومالي وحاديه نمام ريبل باسي دا سمي ريبل ورم موضع هدي يعني وعذري ضدك قبان باس كجرة وردتك الله اللي وادفهمي محال ونكون أقوب ودا مركي قويس كالله شيء يعني وعذر القوان ضدك انت سسر وراسية اللوجي ضد عمر عقل قد شكاك الناس ضدك ما كاشفتك هدعو ذي في كل شيء في كل شيء معها وحوجي ذا الرمان مهمة كاشفتك في كل شيء لقى ما دعو لسحابك وحال قويس ذي إنه صندولان كراعن كو إنه لا يخرج في السرية ولا يعدل في العطية ومحوا هاي عفوا ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية صدق هذا أريد بكون دعويين صلاةها صلاةنا يا أهلنا فراد صلاةنا مسيف ومتوك العشاء صلاةها الفجر جهر جانا سيف عن ومتوك حيدا دولان كان مرة حولها ذو قيمين ناسيف عن وما قيبيو عدالة قرصورة قر يحوم هدوري وقاضية هنا وإحدى وموانا قسنو صدق كل القرآن كي يقرأ أفكم في عنو أفرط أريد بقوينا قد شكاك أنه ومش اللي يقن أسطوليين التخصيص بقراء للأحوال حالات لقاها الله يمركا التاقن بقى وحلوك على قرطة وقوك على زوعي حتى في الصلاة بيك هذا دعودين الصلاة دي حتى وقوك هستان ويدات كان والريكوف ريكوف هبار كيشيبا كل عالمي هذا ويبابا وقلقلين كوفو واحد دقا مجران ملوك لتقوي حرقل واحد دقا إلا بق قريئي وحباك بسان يقيدا كوي اللي ألوى لقاتك مقالا ما هذا مرك عراق إيه هذا فارس بهايسي اللي فورن هاي أيوس عمر وحب باري صحابة دي سنين كأقينا بناء ولا على الله ما يشاني يا آجن يجب هذا نينك كوف بنين وقامل وأزغ زغ لودري سق عراق بطي كوفا سق أساسي مركو أسق أساسي بسي سق كأمير قاضي مفتي وبيت مال كل أسق أشكو هاي ونوع عمر دور طيب وها واجد عمر عزلي حلكي عمر إنه قيبي وكو قسم ناضي هذا أشكو قبته وهاي
عمار بن ياسر بودري عبد الله بن مسعود يوحو دري محو اهاي صحابي كلام محو سايب بن حنيف ميو امس عثمان بن حنيف عمرو بن حريث ميو اها ابو صدح صحابي وكلو دري صدح الزحاميد وحول ادو حاد ومد ثلاثه تجي عمار وحول ثلاثه الامام كتاي ريو كوفا عبد الله بن مسعود وحول بيت مالك وزير كماليه داتا ادو انا وحاتاي ارمها الدينيه دي صلاه نزول كتاي صحابي كلام بن حريث اما سايب بن حنيف اسو حالي وحاتاي وزير كدولك يا غريينت في مساحه الارض انت صحيل سعد با اسكو هي نين مجاهد وين اها لكن وحاوي ومع ذلك وحاوي ضد يربا وحكا شيكت ضد يربا وحكا شيكت بما قد شكاك الناس وبانكو كي ضد كوردن هاو شو معها طيب ودويد بو عاري قليها اوغادين توك تالا اسكا الى عليو قصد اوغادين ربو حكومي يعني قليها ميلاهم فردية دبك بضنا اوغادين ربو نينا حكومة اوغتين اوغادين كانا كجري طيب وحاوي يعني من انصارنا هاي وقرريزان إرس هاي إنه نبيك توقت أي خوانا ذا المرتدين تا أمضى السري أمضى قضية ذي إيب سري هذا نجواسيس فنقضي هذا مرك يتوب يدل كيم أدور يسط مال والبق كمان رلا قاعدا مستويق وحي ويا قانون أما شرعي أما باصبور جاسوس رئيس المال قبل لا فرديا وقالك أنت اللي جاي طيب دل كنيك هكلا جرن الصومالي ده إيو قوليها الصومالي اللي انكسر عليا هرتجا مكين مالها بوتلان ايو هويها كونفر كي ميديا وحاصلا قبطوي كواسيس بين نقدين وحين نعب في اها ودان ايغا دونت او دغتاي واخ دعوي ودان لما اركو يعني وي كنستاي غالدي با كنستاي مسلم ابكينا وا نقدين قال غربكينا وي نقدين لبا تنسن وهل هل وريستو غوبل قدك او دشاي هل ويديو يا بيلسو شيغيت waxay marayna suufiyadii qabuuriyintay ba yaaban oo ilaa oo la wahaabiye gaalowday anagana waa naga daran yihiin waxay la yaaban yihiin shacab ka dhaw Soomaaliga dad ka imanay markaa wareysto waxay kula yihiin marka wadaad ba lagu garto laga qararin hadii ba la arko oo suuqa ku gaban ka dheer oo qamada iyo qamis qabo oo socda xali waa ku aafisnay ka carar suufiyada iyo caamada iyo qoliyaha qayl haya la fariisan kuwa wad ka nabad gali wuxuu ku dhimaaya laakiin midkan maanta oo dhan wadaad hadda اسبوع كور بان وريسان انت هلك كتغي ودنك اادي يا دول و خو خنا 80 معلومات 80 معلومات بو خنا رغي دعوين اي كو مخاتي كا اي كو خبران ديري اهاي و جوغا هدا اسليبو تاغي اي وداد كسا دبكا غاري جواسيس وي كو هلكن جوغا اسليم مول يا دوبان اي مخو اي انتن الى تواليب دوبان او غادينن ورقي كو غوين نين صومالي ودنكا جيلي كرا صومالي قلبي تي كرا صوم ورا شرقي كودنين جواسيس المجران ورا ودن ودن سكفرن بوها صومالي المادر بيطل وون سكسوخدي ان انتو قالكو كفوري كو دغه مويه وخ كفر في قهي مجرين هذا نيمان ودا دعمود او فيريسن تهي او اوغادرون غالوبين لا سوخادا ايا فديو غالكا با كاغا دران نيمان كاس ان كهالي انتا نول هينا وان دبتن ان توبت كران بمويه idan ogaadeen bal taqtiiriye iyo umada ka raga laga qabtay sheeko weeye adigu shalay marka Soomaalida kala taqtiirinaysay wixii meesha aad taagnay un baan u taaganahay shalay waxa umada marisada maanta lagu marin haday gudki ku soo dhacdo hawshaas aan lagu khaldamin qad shakaaka naasu inaad ka jawaabtan baa laga la baahanyahay nimankiina aru ogaadeen baa man ka hadlay annaasu weeye min abina aadam ila umar maliku taagnaawi qad shakaaka naasu dadkii waa ka sheegtay fi kulli shay shay kasta kaaga sheegtay حتى في الصلاة ثلاثة الله قد قال فقال وحولي التأيذ وان كاتذا أنه وان كاتذا بلو في الأوليين صلاة بكو أذيين وكي رواية كلا أهيد ماني رمي يقول صلاة نحي برايان برو أتعلمون الأعراب صلاة رسول الله يعني رمي بقى يعني من جهل وعاما كل ده جيس عابقة علماء هاي عمر مركي هوشو كو أتكاتي وكي يدري محان مسلم وكدر أي صحابه كدر مركز وحولي بل انتا تكتان كو فتكتان xaalad soo ogaado u bandhiga oo bulshada bal weydiiyey amirkooda waxay ku haystaan dibka jira wuxuu ahaa Jaabir Nusur oo meesha fadhiya yaani ninka dacwada wada reekufa wiilka abtigi baa fadhiya Saad Abuul Abtiya baa fadhiya Umar la fadhiyo Jaabir ana Umar la fadhiyo yimaadeen niman lix ama toddoba ah oo reekufa oo waliba u badnaa reesad u badnaa reebani asad u badnaa markaas ay dacwadii bilaabeen Umar baa yaabay wuxuu yiri Saad sidaa kuma ogeyna waa sidee markii Saad loo yeeray xaggan la daban mariyay nimankii wulaada ahaa Abu Umar wareystay baasida Saad sida sidaas lagu eedeeyay markaas uu waramay
حورن دون هذا السبب بان في الهيا باسحاق ما لهن كاقل سلاس وهاي لكن من كان امتحانك ومع ذلك وعزلي ويقول عمر لمن هيا نفب حينا وحور سعد هل قدر هوش أيده هذي أصيب إمارتنا واستاهله فإني لم أعزل عن عجز ولا عن خيانة ويقول أنا أعزلهم كوفا كقاضي خيانة أغبانا قاد إنه سنمام الأقول ما أهين في النتر نيد بان دمعينا الدميو نيو البؤقي ويسود دعوي ركوف ويقول دموكي أباري صحيح عمر بأباري عراق ونبو أباري لأنه ويوري نيو البحل أرقيس كدقا قيبو قيا مركاسي إرتكتا هذا حقيقة محفوظة من روح أنبياء الله كيرا طيب فقال وحول سعد مركو هل هي التأيد وان كاتبه ما للجمال مشوى وإيدا ويمرك التأيد وان كاتبه في الأولين ترتيبا وضاوي وان لوضا وأحذف وان قويا قراءة بير في الأخرى لبدا الضنب لبدا الضنبنا وان فضايا لبدا خورنا وان عصليا وان نقادا اتئاد كيف مركز النساي وحكع بري الركود معناها سؤدوي وما قالوا منا كجابن هيبوري ما قالوا ما أقصروا بكذا جنتاي ما قالوا كان جابن ما كان قاصر ما هيبوري مقت ديت إن أنت كضة ين هيبهم ما جاب من سلطة رسول الله أنت النبي محمد كضة ين سلادي زين أنا وما جاب أطفالين أما ما أقصروا مقت ديت به أي بصلاتي من سلطة رسول الله صلاضي أنت سلادة واحد كريسين هيا ما أنا جاب أطفالين أما كجابن ما هي كضة يشان أنا كضة ين هاي طيب لا والله معنا بقول لكم في السرعة قال وحو ذاك أظن بك متك سوى مليه أن كان مليسان يا أبا إسحاق لكن ما كان محن كصمعنا حلو دليل هذا حديث كوكيها نبى استجمالك دم لك حي سعد وقال لك حي قيبتي دم البارد إذا بقلك أمرضة ومحمد صلى الله عليه أمير كأبا إذن استفتاء شعبه لبوسري فوق الصحابة بيرزاد عامض إيه كبروك هي برناني مساجد بيجي صناديق الاقتراع برنامج قال فاسق مجرم دعايا خمرها عوديه كلين وددك او عيو خيار شعبي صعب برزاده استفتاء شعبي وحول عمر كعين كان بدغ ما دريكم حقين قلنا مساجد صدق قال لي يا مكساده لا تكدا لا استاغي اميركي بان كسونا هبل هبل بان هاي اميركي نواكه واد كشغتك ما حد كو هيساتان يا نو ولا دارن هيا وحبا اذا ما ييلي كرو دوله دي بان كسونا عمر يالكيسي نين والبنين كان وحي كو اوغي عيبد كو هيساتان سو دايا قنون ما سوده وركينا عدي سمانت مسايد ودن وحالي وحان وناغين كوما اوغين مسايد دمبو كي استغربني اسد اي لهايه لغي استاجي سحابك ايا نينكي استاغو وحي لي هاداد نداريسين ودنا رونتان شيغا وايدي شيغينا مركاسو كسي دي هاولي ما يخرج في السريه ولا يعدل في القضيه ولا يعطي بالسويه هلكاسو لا مري صلاهنا مو سعد با استغفر الله وادون كاسا دور هون شيغاي دوا غوين الله ود بين شيغاي او اني خومن او خومن او استاغاي رياء وسمعه الله وان حواري صدخ لا الى اقبل بول اللهم اطل عمره واطل فقره ولا واعمي بصره وافتنه واعرضه للفتن يعني او فرصاد الله عمرك سو دهره برورت وعمر دهر سي فقر الى فود اوغلي ان دهنا الله وتر حق الدين سنا كفتنه الدين تدي بفتنه هياي تبى كل عادي تابع عنده كور ربي سوي سدية تنجرو سجى تنجرو وياي لو اندلا بقولها سوق السعودية أديك عشان قرر أنتم دقي سوق بود وقابسون قبل دي بقلي وياي لما قاس الورواز إذا عمر باتا وين دولا طيب معك وعلي بعدي حيقول عادي بالعدد الصالح أظن كسب بناء كل حد قد بي هبارك سبع يقول عادي حبيتك أدب قضية أشرحها مركا في قياد فربان بكسر ساك أنا جم أودي هلا مراجعيو أخبرنا حماد بن إسماعيل إبراهيم قال حدنا أبي إسماعيل إبراهيم العليا عن داود ابن نصير الطائي عن عبد الملك ابن عمير اللخمي الفرسي دول قرن وحنا سمع عبد الملك ابن عمير القرشي نعم دعم مركا القرشي أنا يحوي ونسبة إلى قريش مولبو أهرب حليف بني عديب وأها ابن عديب وحليفوها مركا وقرشي من حيث الولاء أما حاجة كله وانين لخمي حاجة على الشرع الفرس يدل ونسبة إلى فرس سابق الفرس ولا هذا اللوح اللو نسبة إياه عن جاب بن زمرة قال وقع الناس ضبا كرعي من أهل الكوفة الركوفة جابر بأورن هيا في سعد بن سعد بوحكش عند عمر أسأل الفري أسأل جابر الفري فقالوا حيدا والله ما يحسن الصلاة إلهي بأنه صلاة سيد لو تكلم بيقانا يده فقال حول مكة لو أما أنا فأصلي أنا وصوما وحان تجيا بهم بأهل الكوفة والناس صلاة رسول الله لا أخرم كمجو يؤمرده منها من الصلاة
حكم الجوي وسوي أركض وان حسلاب ومدك دو في الأولين لبرع ظهر قراءة قيام كان ديريا وأحذف وان شراء وان قابشا في الأخرين لبلا الدنب قال عمر وحول ذاك ذنو بك عمر ودتا نصاصا يلاذو كذا البضاد وحول نانت عمر وحول السلام بان كوف الهي لكن روكو فوق ورشي باب قراءة سورتين في ركعة لبس سورة دوت إن لقليو ركعة واحدة لقليو ركعة واحدة إن لقليو أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنذلي وحديث اللود اللي شذا واحد كمذا كوريا سعد فقيات كسا كمذا إن روح الظالم كفاسق مجرم كما قال كان لغوها وارئين قال لما كدلو أما الدين لآن وكدلو انت يا إيمان لآن إن إيسان أهين شعيل إيا رضا بالكفر أو الفسق وحنا أصلوا قوله تعالى ربنا اطمس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم إذا نبي الله موسى كوها وارئين مالك نكبأ إلى كبأ بقلب وضونا أبكي إيمان لآن سيقول لما ذا مركة انتقام من الظالم من بعد من إحسان إيسان مويني الرضا بفسقه وبمعصية منا ما شاء معه سعدنا إن كان ظالمك أم ظهرت له كفع شيء وحين جري ولي ببيان شيء أنصل الله هين قضايا كل ذين وحكمتها وحيد الباب جري سنة وحقوح الباب الواحة أنا أقول الواح ماذا ليهم بس ذا نظرة وكل ذين تيم مصرف إيريك وفا كل ذين جري يساوي حقوق أنا مال سوق مركز ما قيلوا شنكرتيد ومسيح حنكرتيد وإنما ما قام إكره جري إسكديسة مركزه إسكجحرة من حق السوقي الواحد إسكجحرة أوقع ينشغل أو كغير نص مركزه كبير بوجه وجه وزبي إياه حولك عيارد وحقول له فين مجرين طيب نينك وأنا صوت ما ميسن هلم بامتحان بقول داعي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنذلي قال وحكى له كجرا إن إمامك أصوم حتى تمد أيضا كفرنا إن أميرك ينك الجاية أصوم حتى تمد أيضا كفرنا إن لو عزيل كره حسما لباب الفتنة قبل جن أو شل الدجين أيه هذا إذا مركز إنسان كأجل دجانين محمد مصطفى كلت لي عمر وكيو جه نمان كان نمان ربهم ويه صاحب جنها عزل فراها كقاط عمر قام بقاطي ما هو أن صارم بقى طيب عمر هوش لي مركز يكون نقطة ولا نجوك سنبه تصبح على فراب يكون نقطة أمير بقدر دور بلوت كده بدعوة سعطوات مركز وين هو إزداد مركز ورفيع أخبرنا عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي عن الأعمى سنين مهران واجد ما قام وحوق راسه عمر وحوي نوال بو نوالي أمير هوس جوجا وظلمه أمير كأسي والده ما حكم أنا حكم أنا وهو سيما دابل لا إمرة له على واليه وعلى هاي وعلى أميره قام كاسو دري ورجت سنتوق وقيم جميع الأقاليم والبلاد ولاد مركع عيسى بقى كل من هذا نينكم شعبك الظلم تبا ستوسع ورجع يحل كيسه dowlad dhaxa laga xukumaa gobolkan maba qorsheeyaba dowlad dhaxa hoosta gaaya idan umar ba fil stoos u qaaday ninka asaga wayna kugu imaneysa marka walaas wali lagu badbaaday cadligiis yaani umar wuxuu leeyahay siyaasad sharciye cadli u leeyimado aad iyo aad umad ilaahay ugu anfacay laguna kala badbaaday aan la amash aan saqiq ibn salama al asadi laakiin marka uu xagaajin marka wax ku dagan yahay wax ku ogal aad wadato nabadna aad ku jirtaa laakiin xilli xarbi uu kugu socdo تبربو ما هي زيح اللي هذا وحيسبه دقال بقى كوفر من داخله يمد خارجها صدرت أو بقى أو مهلين إصلاحات في الرعية يو ضروب اقتصادية يو والدوين كي إنه هجاجي ما أودين يو هاي إنه معيشة وحقا قبته لأنه حكوف الله حرب خارجه والداخله علوس بقى كوفر عمر مرك حلك وحقوق قبته أسوى اللو إصلاحية الجبهة الداخلية هديك عضون شعب وهوست وكوفر يا يمد داخله وحقوق قوان ما هي حقوق سعون ما هي أبو بكر لبيد الثاني وخلافة هاي محكوبة بإن مرتدين أوسما باب إيوه لوك ولا سيمو مرك يوم أبو بكر وحوى يوم لوك رب حيبو عمر مرك وطفر رقي إن لفافيو لباهي قوش أنو باهنو فتوحات كيو بالله إذا واحد بك وكفر وقودها مجري عن شقيق من سلامة الأسد عن عبد الله والبصر هذا سيكو قبتها اللوت كذاوي قبضوا واسدة شرع عدن كل بنت أوداد كفولين صدا ضبع هبل بع شرع الدين تصوغ عليه هبل بع حصوب إيوه ضد كولين ما يسند دين كلق أبو سنين إيوه ولا هذي ولا إسك إلى علين شرع جا عد كل بلال أنتين هذا اللي بعثنا الجار أنت ما كنا هرتة طبعا كن ياك كل بلال مي أنت تولد على الحين هذا قتاد كات كاتي وإن كتاب كلا أي قبضته سيدنك وإن أي قبضته استيرك ذلك أكو هجاجو بري هذي لقاقة هول كأدو كوتا لما إلههم ما أنت أنت سن أوديوي إن عبد الله عزم حول مركو بربركة سودة أزوجه حرو ومسكين وصعوده
يو أركي مدو وجوه بارك عروس ومالي يدو كان يسقى صوب بعضي ومشين كي مناصرين تأي هيزك كريستان يو قداس الأحد وقاد هيا لا أحد ونتفرق قبل سبعة لا أحد هوري مر نمك قل يسوروا إنك مناصرين تي ممدو تخرو يمدو قلب فيجيو قبتها لولادك وعر حري لهم ما أنت تفن أول ذا ما أنت محل أول ذا يعني لا أحد هوري نمك كان مناصرين تي عروت مسلمين تي قال يسين هيا سنة كدي من أكون يشم بقول فرط ببركوا ردولات كذا وسود يرجعوا بحرب ديار صدي ضوب كسيب وضوبتي وهذا يذكرنا إنه هذا الله شيء وده سالح إذا وكل من هاي بالله شيء وعلماء هل كهذا التاج إلى يومنا هذا رجوا وين مؤرخين التاج كان وهابيا حجازيا نجديا لكنه يتستر بطريقة السالحية نمن بالتاج طيب أي طرق المركز جريبون أرهنا أرهنا أيه السالحية ده هل جنوا آمن سنين وكل حدهم تين لكن كتاب اسمه واحد المنافقين وحاكوا إنه آمن سنة التواصل بالصالحين استغاثة مالك آمن سنة ما أنا أراك شركاتك ولكن بدعدا لو يقع أن التواصل بالصالحين نمان بضعنا أي برنائيين وكرة فاضيين با نمان النبي محمد يقصه الرئيبين هؤلاء هاز وقبيبا مودة مركا يا اهه كإرسالة إذا واحد ما بقى وكجرة تواصل بالصالح إلا كجرة مركا أنت بدعاء لاس أقوبا واحد لقى سلوب سويح كلام إنه من مسلم القيام بدون المجاهدة أيوها قبل مركا مالي ولا بمش أنت الأول ده فلنا ليس هذا ضبع ريب ريب ثقيل واريج هذا كور صورش يا مركا إسلامي عدنا حصد عريم نقدها كو حديثك أحمد وصوصاري من طريق الشعبي عن رجل من بني ثقيف من أصحاب رسول الله ما كانوا إسلامي بسند صحيح غاية في مسجد أحمد وحول ما كانوا إسلامي وحان النبي محمد وهرطر كانوا وردوا القبو ضائف ويقبو دهي نقطع الطهور كي ويسده جنابة إيه لقى استجادة إيه ويسده النقطة صلاة وانت كانينا نوحول ولا ساعة واحدة ميلاي ما لا تأليفيه إلا هو شرطي ننك دو أصل كي بأقول يأينو تكذو شروطا ما لقى دايو عجز بوكل عايه سوشرد وعجزكم مدعو فتقول الله ما صدعتم وي نبي فتقول الله ما سمع وقد وشرد يكتور ايوا اسلام يكون عصب ييني ادنا و خوي عيد النبي لو هي دباغ اي حنتم ولاش ادي دي وخ لو شراب لو ديارسدو ما دين كره نو دا انو اسكا قوشنا وخا نبي خمره عبد ما لكن ولاش نو خوره ابدا دبانا ما اغري و خيدا واي هي واغي اد حساب نو هيساي ادو نغ سو فكدي باجرا أو بكرة ليلة أنا فعل محارث هذا كور قصيدة وو صدق هذا أنت نصور شيء هذا مد إلا وهذا يدين كل ليلة صار كان عزوز ذي أو بكرة أنا فعل محارث بمالك الطائف سارك أتكون إذا نقصوا بحس أضم بوها شقدي بقصوا عري نبي أسعلي السياديسي نبي هو طليق الله وطليق رسوله أبدا صدق من قد يذيبه صدق هذا بقى ونقد قاتش ويسد النقد ماش ويقبوه ذي معاي أشون كي حنتن كي جيت كأن حرضنا وحقوق عشان ندم مايا أضون كنا قصوا بحثين نوسع المايا وهوش يكون على الرئي من مكة إسلامي ديل من حمي ريبا سود يا نبي قوي من يا وقفت الرئي من هذا حنا نبي الله وحاجة الشراب عن قسم إذا نقام الديدة إيه محوية نبي يدعينا هوش يكرك الله ملدخان نبي محوية يذكر هو إذا أنا وبيا أولا أسي ما طال لي ملغو سرقامة هل يذكر هو نعم بيده نبي محوية فلا تشربه ما بناني سحب النبي محمد ولقوا القوى يمنع مركا كبرناه قبوا جالس كذا دفاعنا مصلحة وحكجرته اجتماعية صحية طبية كجرته هالقصة ديال هذانا وحيد نسيده وكان النبي محمد وهذانا نقع كسينين ما بشر قيسان كهرباء بيريه بنقف لنا هوش بنقف قبصنا هذانا وحيد شيء مصلحة اقتصادية كبرى نبي حور واقرته محاكله وحيد هذين هذان هذا كوي قبطيمينه وبعد بهل لمد دين كره نبي حور نينك الدين ويا فقتلوه هذا يكسب روايان فقتلوهم روايانا فقاتلوهم عن قصة من سنة أبي داود مسند أحمد وحديث صحيح غاية عن طريقة بالخير إذا رأي من الإسلام في كل عصمة نبي حسوا استهادي الدين ويان باشا عبها يعني بيرح كفر شاء حقا أي قبطيمين حقا نقبوه إسكجد دفاعان هي إما مصلحة كل شيء لابن مصلحنا واشيجين ووين من نوع حي الدين وحي لا بدين كروح لقين كرام ما اعتذار معي كده إذا قد مصلحة ما ولا هذي قال لماذا الله كبن كرام مصلحة إذا قد خمر خمر إيوه هؤلاء هذي قال لماذا وين يا الله دون شين كرام يقول هذا من لوجي دي كراه
مصلحة درتيد ملوك للتقي ويوشا أيضا حديثة سوى منكرات مناكير ويمسوا نورته على رأي أهل العلم حديثة منكرات من حيث السند مصق هذين الصغنانا نبو حول الزكالة ويبحن دونان وين الجهاد دونان كان ذنبين ناصر من عاصم الليثين وحالي قال يا باب القبول قبول الإسلام على شرط فاسد بمعنى شرط قال الغينية إسلام كنوا صحيا حكم كنوا لقاربة أحاديث عن لبضة أحاديث معارضة هي مجر أو صغن أما أدو صغنان حتى معنيز السحين هي وشا سوين له قال ميان دمي فكاد ما تميا حقين مرعي قال وحور إني لا أعرف عن عبد الله مسعود قال وحور إني لا أعرف وحان قرن هي أن ضائرة جمع نذير أي الأشباه صورتها سؤك وهي الأشباه في المعاني والحكم والمواعد الله في العدد إني لا أعرف وحان أن ضائرة صورته سؤك التي صورتها كان يقرأ بهن نبي وكنت كان جدا رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 صورة قرن هي 20 صورة أما حالك كون 20 صورة في 10 ركعات لباتن صورود بو نبي وتمرق عود جلين جري فقعد يبا لبا صورود ويهي ثم اخذ وحو عبد الله قبصدي بيد علقمه بن قيس بو كدغاي فدخل غرغي سبو غلاي ثم خرج الينا علقمه علقمه نو سو بحي بو شقيق ليهي فسالناه وان ويديناي او صورود لباتن كا عبد الله مكو شيغي فاخبرنا بهن ونو شيغي رواه حدك اوليه وان غار دوناي وكيري waxay dhayn markuu abdullahi kacay ya waxay dhayn ka daba togo aadun baad ku dhirin kaga noo soo waydii suurada markaas uu sharxay nadaayirtu markuu waa suurada nabi saatu leeyti iyo waterka uu ku tukan jiray ma asaladahan inta uma badnayn faradka uma badnayn nafliga u badnaayeen oo marka isku macna nabi wuxuu isku qaban jiray mararka qaarkood isku qabanaya wan najmi iyo arrahman ba isku qaban wuxuu isku qabanaya mararka qaarkood nuun iyo wuxuu isku qabanaya iqtarab اقتربت الساعة هي سورة النوم بسكو قبن الحاقية وطرب بسكو قبن والذاريات وطرب سورة لها اسكو معناها اسكو لو اسكو موضوع كالله يسرع عندنا ما هنا اسكو آيديهن اسكو عديهن حكم يا قصص كل من استشبهان يسرع عندنا في صلاة الليل وتر كذا بالله توفيق